من المهرجانات المهمه وسعيد جدا بتقديري فيه يعني، ويا رب دايما كده ابقى عند حسن ظن الجمهور وعند ظن النقاد، وربنا يكرم السنه دي بقى. هاي السنه دي اليومين الجايين دول داخل فيلم النهارده يوم جميل، هبتدي يوم الجمعه وبحضر لفيلم تماسيح النيل مع المخرج الكبير الاستاذ سامح عبد العزيز. لحد دلوقتي لسه ما قررناش، بس ما قررتش يعني. كان في حاجات ومنها تأجل وفي حاجات ما ينفعش يعني، بيبقى اسمه اعتذار يعني، مش رفض.